وأفضل السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما بين أصحابه، فدخل رجل فقال السلام عليكم وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام عشر. ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وجلس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام ورحمة الله عشرون. ثم جاء ثالث فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ثلاثون. فهنا الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال من قال السلام عليكم فله عشر، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله فله عشرون، ومن قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فله ثلاثون. فلماذا نضيع على أنفسنا هذا الأجر؟ بعض الناس يأتي يقول السلام عليكم، طيب قل السلام عليكم ورحمة الله، قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعني لا يكلفك شيئا ولا تأخذ حتى ثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، بدل السلام عليكم فقط.